بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع يا عيدروس الزبيدي، بلغ السيل الزباء بالأمس قوم لوط اللي طلعوا يسلموا عليك وعطيتهم مناصب قيادية، كانوا يجيبوا حشيش من داخل أمريكا مبخر داخل قرطاس، فوقه بنت مصورة، فوقه بنت حلوة، يعني أندر وكنشلي إغراء جنسي، فوقه الإغراء الجنسي، يعني يجيبوا حشيش مع الإغراء الجنسي من داخل أمريكا. هذه القيادة اللي عندك، وما لو تشتين أذكر اسمها بذكرها، لكن بالتدريج بذكر اسمع القيادة اللي في المجلس الانتقالي. اليوم سكنتوا أخوي إنه تاجر حشيش ومهرب حشيش، ها؟ طب إيش يسألكم سؤال يا الانتقالي ويا عيدروس الزبيدي؟ فين راحت الثلاثة طن الحشيش اللي امتسكت في شهر أكتوبر 2020 في ميناء عدن؟ ثلاثة طن حشيش فين راحت؟ بعتوها؟ حرقتوها داخل بلدي؟ ما ثلاثة طن. هذا مش منك، هذا من الكاميرا اللي دخلوا لك لغرفة أمك وصوروك. أنا شبه بزعج عليك، أنا دخلوا لي بكاميرا لغرفة أمي، لكن مش خايف من الكاميرا زيك. علتنا في عدن والوضع المزري هي الكاميرات اللي دخلت لكم يا مسائل عدن، يا قيادة عدن ذلوكم في الكاميرا. أما أنا ما حد بيدلنا، هذا الفرق اللي بيني وبينكم. عدن هي اللي هي، وميناء عدن بيشتغل بيعود لا سابق عهده. يا عيدروس مقوتي، وبنسألك على الثلاثة طن الحشيش في الراحة فوق لخوي محمد ولا بيجيك ردين؟ ما بسكت لكش.